كيف ما غاديش نقول لك زعما شي امور عائليه ولا هادي رفقاء السوء لا بالعكس كنت انسان عادي اختي كيف ما كنقول لك ولكن لونتوراج اللي كنت كنعيش فيه فهمتيني والدراري اللي معايا رفقاء السوء شاما ربما ولكن ما حتى شي واحد اللي ملي كتجي تشوف ما كيحتشم عليك حتى شي واحد شي حاجه حتى اللي كتبغي دير هذيك البليه راسك يعني كتجربه فهمتيني ولكن ملي جربنا حنا ما جربناش وعاقنا وما حنا بقينا غاديين في داك المسار هي الوعي هي ديك جرب هذيك هي هذيك هي اكفس حاجه صافي غادي هذيك هي هادشي هذيك جرب الا مشيت تجربش يعرف راسك راه حيت دخولو ماشي بحال خروجو الا دخلتي ليه بليا الا دخلتي ليه راه ماشي غي كيف ما دخلتي كيف ما غتخرج يعني راه صعوبات واش انت دابا الشباب النصيحه ديالك الشباب اللي كيقولوا دابا نجرب مره واحده الا ما غنتبلاش كاع راه هذا واش بغيت تقول لهم لا اسمح لي انا نبغي نقدم لهم واحد النصيحه يعني الا جرب المره الاولى غيقدر يولي في يقدر يولي في مره حيت هذاك الشيء سبحان الله الشيطان بحال كيزينوا لك فهمتيني انت كدير هذاك الشيء علاش كيولي عندك واحد اللي في دماغك فهمتيني كتنسى فهمتيني ومنسجم وضاحك ولا ولكن انت راه كتزيد على راسك من هنا لقدام كتولي مالك عقلك كيبدا يتشمحالك بزاف د الحوايج يعني انا هادشي هو بسببه دخلت الاجرام وليت عاوتاني دخلت لطريق اخرى اللي هي تبزنيز مشاكل فهمتيني وحرب حنا في دربنا وحرب عصابات الا وتخيلي معايا حنا غير في كارتي صغير وحرب ديال اللعيب بحال تقولي حرب عصابات ضرب هذا الاخر يضربك هادي مع هذا هادي مع الاخر هذا يحط لك بلان تمشي للحبس تخرج هذا قعد عليه هذاك دا الاخر يقول فك كلمه هذا اخر جالك بجنويه تي غادي ليه بسيف يعني ما لقيت راسي غادي في واحد الدوامه اللي في شكال مجيت فين نعيق اختي تلقيت الحمد لله اختصرت المسافه فهمتيني اختي من دندويش اللي ندافع على البليه كيفاش غيجي الاجرام واول منشف غدير كيفاش اختي غادي يجي الاجرام واول منشف غندير اختي كان تسب انا ما كنتش درتي اصلا هذاك هذاك المنشف انا ما درتوش كنت انا وشي وحدين وكان طراش واحد عمليه السرقه وكنت تسباش فيه حتى انايا وكنت دوز فيها 4 شهور جينا ياش شحال العمر ديالك كان ديك الساعه تقريبا عندي وصلت ل 15 وشي حاجه مشيت الاصلاحيه دوزت فيها 4 شهور اختي تخيلي معايا جات تمت البراءه ديالي حيت انا اصلا ما كنتش داير هذاك المشكل يعني هذيك هي اول دخله ومن تما اختي صافي بدا عاوتاني عاود لينا كيفاش دوزت 4 شهور في الاصلاحيه بالنسبه لي كيفاش دوزت 4 شهور اختي في اصلاحيه 4 شهور اختي اللي دوزت اصلاحيه بحال اللي دوزت في مخيم حيت كنت صغير اختي فهمتيني قال ما كانش عندي فهمتيني بحال انا بحال غير زديت شي دري وديتي المخيم وصافي فهمتيني كنت تفيق مع الصباح تنوض تحسب هذه المسائل فهمتيني ولا هي تخور يعني وليت انا ثاني هذيك القضيه حتى هي دخلتها بالمقلوب طلعت يعني النيف زادت طلعت النيف وبنادم مالو هو ضرب الحبس ولا كلشي كيخاف منه ولا كلشي كيدير ولا هادي وانت راه فهمتيني انت روح هو روح فهمتيني الله راه خلقنا حنا كاملين مساويين ما كاين لا هادي لا هادي ولكن شوف الانسان كيفاش كيفكر راه بالنسبه للانسان الا جينا نقولوا على داك التفكير ديالو راه من حقه حيت انا ما كنت زوين انا كنت خايب فعلا ولكن ماشي متعدي ولا كنشد الناس تعدى عليهم ولا كنسرق العيالات ولا لا انا كان عندي داك الشيء تعدى على راسي فهمتيني تبزنيس